جايب لكم رسم على السريع كده، هات قلم رصاص واستيكه وورقه ويلا بينا. هتجيب القلم الرصاص وترقده على جنبه شويه وتظلل حته كبيره وتعمل عكس التظليله الاولانيه وترجع تعمل خطوط مستقيمه مظلله برضه، المهم ان انت تظللها كلها، وترجع تجيب منديل وتدمج كله ده في بعضيه. هتمسح بالمنديل جامد كده وترجع تجيب استيكه وتعمل خط مستقيم بس تخليه عريض شويه. هتمسح زي ما انا عملت كده وترجع تعمل حاجه صغيره كده فوق الشكل اللي انا عاملها دي، وهتقلب القلم وبالخط بتعمل خط صغير كده وبقت شمعية. عماد محمد دي شمعية. هي الشمعية اهي.